بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنبدأ النهاردة ان شاء الله ناخد some questions on unit 10. خلاص، بعض الأسئلة على السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابو عبد السلام، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ. اخبارك ايه يا بطل؟ كويس. اياد شعراوي ما تعرفش متواصلش معاه ولا حاجة؟ لا، ما بسمعش اخبار عنه يعني. مفتقدينه بصراحة. ولا كويس. الو، اهلا، ازيك يا فخران؟ الحمد لله يا استاذ. طيب يلا شباب نبدأ. هناخد التيست النهاردة بتاع يونت 10 اللي هو اخر واحدة. ماشي استاذ. انا عامل شير اهوت، خلينا نشوف كده. شايفين الأسئلة دي يا شباب؟ شايفين كده؟ طيب نبدأ كده من عند إبراهيم حسام. إبراهيم، اللي تشوز إبراهيم، اقرأ كده. She got bad marks. She was disappointed. يعني العبارة بتقول لي هي حصلت على درجات سيئة، هي كانت محبطة. هي كانت ايه؟ محبطة. disappointed. اوكي. نمبر 2 يا محمد عبد الله. محمد عبد الله. نمبر 2. نعم. اقرأ وجاوب يا محمد أبو عبد الله. فوتبول. اقرأ من الشاشة، اقرأ من الشاشة. بس أستاذ أنا مش شايف أول خط صغير. ما أنت شايف؟ لا مش أوي. كده؟ اقرا بقى محمد ابو اي نوت ذا فوتبول ماتش لاست نايت. اي واتشد ذا فوتبول ماتش لاست نايت. اوكي، برافو عليك. رقم 3 يا كبير هوارة. نعم محمد حسام. نمبر 3 يا محمد. Number 3. If you not off the jacket, you will feel cold. أيوة. هتبقى take. أيوة take. اللي هي إيه؟ If you take off your jacket, the jacket, you will feel cold. Okay. Number 4 يا number 4 يا نقول مثلا أبو عز الدين. طيب. If she loses her favorite princess, she will be sad. برافو عليك. She will be sad. Okay. Sad. Okay. خليني اوكي. نمبر 5 قول يا اياد شريف. اياد مش معانا. ايوه قول يا اياد. ايوه قولي الاجابه الصح. هو اول اختيار مش باقلي. اها.
ريموت ريموت. أستاذ ريموت مين يا أستاذ؟ لا مش ريموت. هي في الطبعة القديمة عندي ريموت. وفي ساتلايت وفي برودكاستنج وفي ويب سايت. الإجابة الصح إيه بقى يا إياد أبو شريف؟ فوتبول ماتش. نايل العبارة بتقول نايل سات، نايل سات 101 is an Egyptian نقط. هل هو is an Egyptian ريموت ولا an Egyptian satellite ولا an Egyptian broadcasting ولا satellite؟ برافو علي. خلاص طيب نمبر 6 يا ابو عبد السلام. The first television went on on sale in 1939. أيوة. The first televisions. أخش. بتقولي؟ The first televisions went on sale. Sale اللي هي الأخيرة. Sale اللي هي الأخيرة. الأخير. أيوة. برافو عليك. يعني التلفزيونات تم عرضها للبيع او طرحت في الاسواق عام 1939. اوكي نشوف مين الفخراني يا اولاد. معاك يا استاذ. اتفضل. طيب what will happen if you forget your homework. Excellent. ما فيش منك. What will happen if you forget your homework? ماذا سوف يحدث لو تنسى الهومورك؟ طبعا لو نسيت الهومورك المدرس ايه؟ هيعاقبك عقاب شديد. اوكي. طيب نمبر 8 كله جاوب كده يا شباب؟ ولا لسه في حد؟ شباب اللي ما جاوبش يقول انا ما جاوبتش. أتوقع عبد السلام. من؟ أتوقع عبد السلام. لا عبد السلام قام. سلام جاوب. طب نبدأ من عند إبراهيم ديارة. إبراهيم ديارة. خلاص كله جاوب يا أخي. ماشي نبدأ تاني من عند إبراهيم ديارة. الولد مصطفى ياسر موجود ولا مش موجود؟ مصطفى. مصطفى. مش موجود. ايه سبب انه مش موجود الولد ده؟ حتى اخوه برضو قطعت. ايه؟ يمكن خارج يتسوق، يمكن النت قطعت، حاجه زي كده. اوكي طيب نشوف ابراهيم ديارة. ابراهيم رقم 8 يا ابراهيم. توم اون ذا نقط The made the room cool. Turn on the نقط to make the room cool. Cool يعني the بارد. Fun. The fan. إيه؟ Fan. Fan. معنى العبارة شغل المروحة عشان تبرد الأوضة شوية. Turn on the fan to make the room cool. شغل المروحة عشان تبرد الأوضة شوية. أوكي نمبر 2 قصدي السؤال اللي هو read the passage and answer the questions. مين عليه الدور بعد إبراهيم؟ محمد حسام صح؟ محمد حسام؟ نعم. تفضل اقرأ القطعة read the passage. Many people see there are a lot of programs on TV. I enjoyed watching programs about animals. My sister likes watching all the films. My father likes watching football matches. My mother likes watching the news. We spend a lot of time watching TV on the holiday.
طب جاوب رقم 1. The father likes watching not on TV. الأب بيحب يشاهد إيه؟ Football match. ما فيش منك. Football matches. برافو. Number 2. مين اللي على الدور؟ مين اللي بعد؟ يا أستاذ أنا. أبو عز. يلا تفضل. طيب. The sister likes watching old films. The sister likes watching old watching films. Old films. برافو عليك. طيب نمبر 3 من اللي بعد ابو عز؟ ما اعرفش اعتقد عبد السلام اعتقد ابو عبد السلام ايوه ممكن يكون ابو عبد السلام يا ابو عبد السلام ماشي يا استاذ when do you spend a lot of the of time watching TV يعني متى تقضي كثير من الوقت في مشاهدة التلفزيون؟ هو بيوجه السؤال باعتبارك قارئ للقطع أو يعني المتحدث باسم القطع عشان بقولي we spend a lot of time on the holiday أيوة يبقى we spend a lot of time watching TV on the holiday okay طيب نمبر 4 من اللي بعد انا يا استاذ الفخراني يا اولاد طيب who likes watching the news my mother likes watching news ايوه my mother likes watching the news فيش منك يا فخراني طيب ماشي rearrange the following words to make correct sentences. طيب من اللي اياد شريف؟ Yes. طب قول يا اياد. If you get lunch, you will be hungry. قولها تاني كده. If you skip lunch, you will be hungry. ايوه. If you skip lunch, you will be hungry. لو انت فوتت الغداء يا ولد لو انت فوتت الغداء هتكون جوعان اوكي طيب خليني دون ذا سكام نعم دون ذا سكام بتقول ايه دون ذا سكام خلينا نجاوب دي كده طيب مين اللي بعد اياد شريف مين اللي بعد اياد ما اعرفش اتوقع اياد شندي ابو عبد الله ابو عبد الله انت جاوبت ايوه ما جاوبش ابو عبد الله قول يا ابو عبد الله محمد عبد الله نعم اتفضل نمبر 2 في الترتيب اللي هي اول واحده في الشاشه بص على الشاشه اول واحده ماشي رتب يا بطل my mom my mom ايه يا غداء my mom let me won't let me watch TV ايوه يعني امي مش هتخليني اشاهد التلفزيون my mom won't ممكن يكون مزاجها وحش في الوقت ده فهتزعق لي وكده my mom won't let me watch TV اوكي يا شباب طيب نمبر 3 مين اللي بعد محمد عبد الله؟ ابو الشند معانا؟ الشند محمد عبد الله اللي بقى نبدا تاني من الاول صح؟ ايوه ايوه طيب قول يا ابراهيم حسين ابراهيم اديارة
نمبر 3 ها Did you watch the news yesterday? ما فيش منك انت بطل. Did you watch the news yesterday? عظيم عظيم. اوكي. شفت الاخبار. الو. نمبر 4 يا محمد حسام. محمد حسام؟ نعم. نمبر 4 يا محمد. How يا جدع؟ How many? سؤال أصلا مش واضحة عندي. How many؟ سهلة واضحة خالص. اهو نعمل ايه لمحمد ابو حسام؟ هاو ايه هاو مين ايه يا غدا؟ ويب سايت ويب سايت ويب سايت وير ان 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 ذير لا وير ذير وير ذير وير ذير ان1995 أبو عز الدين بنك تويت the following sentences العبارة الأولى أبو عز طيب. العبارة الأولى أو الإن هي سمول هنخليها كابيتال برافو عليك وهنحط فول ستوب ما فيش منك أنت بطل أوكي العبارة الثانية العبارة الثانية مين؟ أنا أستاذ أبو عبسلام عبسلام أول حاجة يا أستاذ في كلمة ديد أول حرف هتبقى ديد كابيتال برافو عليك وإيه كمان؟ وفي الآخر هنحط كوتشن مارك ما فيش منك خالص أنت ما فيش منك يا أبو عبد السلام طيب تمام السؤال اللي بعد كده الليسننج هنحله مع بعض يا شباب يعني إيه قلنا إيه نحل الليسنينج كده حاجة كويسة listen and hear it استاذ ايوه استاذ صوتك بيقطع يا استاذ ماشي بقول يا شباب سؤال الليسنينج listen and circle listen and circle طيب انا هقول مين اللي عليه الدور الفخراني انا يا استاذ طيب بص يا فخراني اسمع وبعدين ايه اختار الاجابه الصح was it a good film yes it was a good film ايه ولا بي ايه يا استاذ ما فيش منك اوكي يا بطل اوكي نمبر 2 نمبر 2 مين اللي بعد الفخراني اللي بعد الفخراني ابو عبد الله ولا اياد شريف انا لا يا استاذ تقريبا اياد شريف طب قول يا اياد يا ابو شريف بص يا اياد يا اياد why do you like egypt Because it's an exciting place. A ولا B? B. A ولا B? B. Bravo عليك. Excellent. Number three, Abu Abdullah. Number three. What will you do if it's hot? I'll take off my jacket. What will you do if it's hot?
I'll take off my jacket. إيه ولا بي أبو عبد الله؟ ها؟ إيه. إيه برافو عليك. طيب إبراهيم ديارة. إبراهيم ديارة. Number four. Where did color broadcasting begin? Where did color broadcasting begin? Color broadcasting began in Egypt. هنختار A ولا B؟ إبراهيم. إبراهيم ديارة. إبراهيم. طيب إبراهيم مش معانا. اللي بعد إبراهيم مين يا شباب؟ أنا. محمد حسام. اتفضل يا محمد حسام. هتبقى ايه؟ برافو عليك، ممتاز ممتاز. طيب السؤال الثاني. listen and complete. أنا؟ ايوه اقول له اول واحده. listen يعني اسمع الاول، اسمع الاول وبعدين جاوب. ماشي. where were you yesterday? at Karim's house we were watching TV. يبقى وين where were you ايه يا ابو عز؟ yesterday. جدع، ما فيش منك. طيب اللي بعد ابو عز مين؟ انا استاذ. ابو عبد السلام. اوكي طيب. what was on a program about animals in Africa؟ هنحط ايه بقى هنا؟ هنا هتبقى what was on. جدع. وهنا يا استاذ هنقول ان وبروجرام اباوت انيمالز ان افريكا. ان افريكا. اوكي طيب اللي بعد ابو عبد السلام مين؟ الفخراني. محمد. احمد ابراهيم. اي الفخراني. الفخراني. did you watch the football match last night؟ قال له no my mom was watching the news. الكلمه اللي ناقصه ايه يا ابو فخراني؟ فوتبول. جدع، ما فيش منك. اوكي يا شباب تعال نشوف اللي بعد كده. دي جاوبناها خلاص. طب تعال نشوف اللي تشوز. مين اللي بعد الفخراني؟ اياد شريف. اياد نمبر 1 يا لا عبد الله، ابو عبد الله قصدك. طب قول يا ابو عبد الله. هو اللي بعد. ماشي قول يا ابو عبد الله. محمد عبد الله. محمد عبد الله. لا محمد. نعم نعم. اتفضل جاوب على رقم 1. اللي تشوز يا استاذ. ايوه. تي في. ثانية. لا بص على الشاشة، بص على الشاشة. Who happy yesterday? Are you? إيه؟ Did you؟ إحنا عندنا دي adjective خلاص؟ وعندنا ماضي بسيط. أما تكون عندنا ماضي بسيط وعندي adjective أتناون، بنستخدم verb to be ولا verb to do؟ Do. يعني بنقول did ولا was we were؟ على الصفات يا جدع. يبقى was أو where. خلاص؟ لأن did بتيجي مع الأفعال العادية، يعني did you play, did you eat, did you go to school, did you watch TV وهكذا. لكن لما أقول لك صفة زي happy أقول له were you happy yesterday, were you happy yesterday، اللي هي الأخيرة دي. خلاص؟ فهمت أبو عبد الله؟ أيوه ماشي. اوكي طيب نمبر 2 يا اياد الشريف. نمبر 2. ايوه استاذ. الجمله ايه عشان واضحه قدامي؟ طيب خليني كده. واضحه؟ ايوه. ها 1996. What
happened? What? رقم سي يا شباب. What happened in 1996? ماذا حدث عام 1996؟ خلاص؟ طيب. خلاص. Number three يا إبراهيم حسام. If I not a mistake, I will be disappointed. 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 يعني أنا لو عملت غلط. I make a mistake, I will be a disappointed. Disappointed. يبقى صح برافو عليك. If I make a mistake, I will be disappointed. Okay. يعني لو عملت غلط هكون محبط. نمبر فور. نمبر فور يا محمد حسام. If you skip a lunch, you will be hungry. ما فيش منك هذا كبرها وراه. ما فيش منك. If you skip lunch, you will be hungry. لو انت فوتت الغداء هتكون جعان. اوكي. ابو عز. طيب. If she gets a good mark, she will be happy. قول لي كده يا بطل. A ولا B ولا C؟ C. برافو عليك. ممتاز. Excellent. ليه يا شباب؟ لأن جملة F الحالة الأولى بنكون عندنا present simple والناحية الثانية will والمصدر. طب ال present simple get وفي gets. يعني get و gets. طب انا ليه اخترت جيتسي بالذات عشان الفاعل مفرد. برافو عليك يا ابو عز. ايوه وعشان الفاعل مفرد المفروض يحط اس. ما هو قال كده. برافو عليك. برافو عليك. نمبر 6 مين اللي بعد ابو عز؟ انا يا استاذ احمد. ابو عبد سلام. يلا ماشي. If you take off your jacket you will be cold. ما فيش منك. If you take off your jacket, you will be cold. عظيم. Excellent. Okay. الفخراني يا ولاد. يلا. طيب. If you rise, will you be proud? Proud. لو انك تاخد جايزة, هل ستكون فخور؟ أيوة. يبقى will. برافو عليك. Will. خلاص هي جملة إف عادية بس جملة جواب الشرط في صيغة استفهام. في صيغة إيه؟ استفهام. فهمتوا يا شباب؟ أوكي. فهمتم؟ فهمنا. رقم 8 يا أبو عبد الله. رقم 8 TV color not began in Egypt in 1975. Egyptian. TV color ايه يا بطل؟ TV color ايه؟ That's blue. TV color. طب عارف ولا مش عارف؟ استاذ برودكاستنج. ايوه برودكاستنج. برافو عليك. يبقى البث التلفزيوني الملون بدا في مصر عام 1975. يبقى TV color broadcasting began in Egypt in 1975. طيب circle the word and replace it with the correct one. إياد الشريف. Number one يا إياد. Number one. Africa. Sunday, Tuesday, Friday. أيوة. Africa. Except Saturday. Saturday. برافو عليك. هنشيل كلمة أفريكا لأنها قارة. وهنكتب يوم من ايام الاسبوع لان الثلاث كلمات التانيين من ايام الاسبوع. هنكتب ساتردي. اللي عاوز يكتب مثلا وينزداي ماشي.
اللي عاوز يكتب Monday ماشي، اللي عاوز يكتب Thursday اللي عايز يكتب. اوكي طيب ابراهيم ديارة تاني، كاميرا كمبيوتر راديو ميستيك. قول يا ابراهيم، كاميرا كمبيوتر راديو ميستيك. صح ميستيك كلهم ادوات. كلهم اجهزه، اجهزه كهربائيه او الكترونيه. اما كلمه ميستيك معناها خطا، فهنشيلها ونحط ايه جهاز بعد، نحط ايه بقى يا بطل؟ فون او تي في. نحط تي في او مثلا سيلفون او مثلا خلاط يعني بلندر مثلا اي حاجه. طيب نمبر 3 محمد حسام. نمبر 3 يا محمد. تيرن برو تشير تيك، هتبقى تشير. ايوه ايه السبب يا محمد؟ عشان كلهم افعال. برافو عليك، برافو عليك. هنحط بدل تشير هتحط بدلها بلاي. ما فيش منك، اعتبرها ورا. اوكي نمبر 4 يا ابو عز. طيب بلاك وايت وين ريد، هتبقى وين، عشان ده فعل كلهم الوان. هنشيل وين وهنحط يلو بلو اي حاجه. ايوه يلو بلو جرين بيربل اي حاجه. اوكي برافو عليك. طيب ابو عبد السلام. برو امبرزتد ونرفز وهيستوري. هيستوري هتبقى هي الغلط لانهم كلهم صفات. ايوه برافو عليك. هنحط ايه بقى؟ ونحط هنجري. عظيم اكسلنت، مش منك. اوكي يا بطل. طيب القطعه read the passage and answer the questions. الفخران يا اولاد read القطعة. طيب my name is Anas. I am 12 years old. I am in primary 6. I love computers and the internet. And the internet. Yesterday a new computer went on sale. In afternoon, I went to a computer shop and bought the new computer. I am going to make a website about the history of computers. People use computers to do many things, to learn, send emails, and watch films. Okay. طيب تعالوا بقى نحل الأسئلة. طيب تعالوا نحل الأسئلة يا شباب. السؤال الأول، قول يا أبو فخراني. شوز. السؤال الأول؟ أيوه. طيب قول يا غدا. Computers and internet. Anas loves computers and internet. Okay. اللي هي C. Okay, bravo. طيب أبو عبد الله number 2. Number 2 يا محمد. Number 2. Anas is 12 years old. الولد أنس عنده كم سنة يا شباب؟ أنس. أيوة 12. أنس عنده 12. فين 12؟ أيوة الأخيرة 12. أوكي يا شباب. طيب إياد شريف، what is Anas going to make؟ what is Anas going to make؟ الأنس راح يعمل إيه؟
إياد أبو شريف. يا إياد، إياد الشريف مش معانا. إياد أستاذ، ثانية واحدة وجاي. أستاذ الوقت خلص. أستاذ الوقت حس خلص. طب آخر بس حاجتين دول نقولهم يلا. قول بقى، إياد مش موجود. طيب قول يا إبراهيم حسام، what is Anas going to make؟ الواد أنس راح يعمل ايه يا جدع؟ انت ايه خلاص؟ He is going to make ايه؟ To make a website for the history of computers. About the history of computers. Okay, number four, yeah, Abu Izz. Why did? Why did Anas? أبو عز الدين. ألو يا أستاذ. أيوه معلش. أنس went to the computer shop to get a new computer. أيوه، أنس went to the computer shop. Yep. To buy a new computer. To buy a new computer. Okay. Computer. كده يا شباب وقت الحصة خلص. فهمتوا الدرس أو فهمتوا إحنا رجعنا الوحدة؟ فهمتوا الأسئلة؟ أيوه فهمنا يا أستاذ. أوكي، أتمنى تكونوا أيوه تمام يا أستاذ استمتعتوا بالحصة وربنا يوفقكم. Good luck. إن شاء الله. See you soon. مين اللي بعت شات ده؟ نشوف كده. إياد. طيب يلا، ثانك يو يا شباب، ثانك يو. You're welcome. Goodbye.